ويا اهلا وسهلا فيكم، جيناكم اليوم بتحدي جديد. تحدي اليوم بيقول 8 ضرب 3 بيساوي 3. طبعا واضح ان المعادله غلط. المطلوب ان نحذف عودين ثقاب ونخلي المعادله صحيحه. وقف المقطع 10 ثواني وفكر وخلينا نشوف جوابك. ها كيف؟ حصلت الجواب ولا بعدك؟ اذا ما حصلت تعال وخلينا نشوف الجواب. طبعا 8 ضرب 3 بيساوي 3 غلط، ومطلوب منا نحذف عودين علشان نخلي المعادله صحيحه. فالمعادله بهذه الطريقه ما علينا الا ان نحذف العمود هذا ونحذف ايضا العمود هذا، وهذا العمودين حذفناهم وبكذا صارت المعادله 9 تقسيم 3 بيساوي 3. جاوبت كذا ولا؟ خلينا نشوف جوابك في التعليقات.